فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور، ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال بضلالهم من جهمية ومعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، الصوفية والقبورية والنحل الباطلة والباطنية والشيعة وغير ذلك. ولكن كان الإسلام أيضا قويا في عصر الدولة الأموية، وكان العلماء لهم دورهم ومكانتهم، فكانوا يقاومون هذه الأفكار، وكان الزنديق إذا ظهر يقتل، كان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية، كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم